نعم أستاذ إيهاب، هذا العمل الإخباري 5 أسابيع بالنسبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ماذا يعني فقدان القدرة على المراقبة بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني، وأي رسالة تحذير وباتجاه من يطلقها رافائيل غروسي؟ اهلا بحضرتك وبالضيف الكريم وبالمشاهدين اينما كانوا. يعني هذه الفتره طبعا فتره طويله جدا، وفقدان التتبع لما يحدث داخل المراكز النوويه الايرانيه من شانه ان يفتح الابواب على مصراعيها لكل الاحتمالات. من الممكن ان يكون هناك زياده في الكميه المخصبه من اليورانيوم، من الممكن ان يكون هناك كميه مخصبه بنسب اعلى مما هو متفق عليه في الاتفاق النووي، ربما تصل الى النسب التي تحقق انتاج او امكانيه انتاج الاسلحه النوويه. ولكن اعلان يعني ايران ربما اعلنت ذلك، هي اعلنت عن تخصيب اليورانيوم بنسبه 25 و60% وربما انها تجاوزت العتبه النوويه. يعني هذا ما أتحدث عنه، كي تستطيع إيران أن تنتج القنبلة النووية يجب أن تخصب بنسب أعلى من 90%، وطالما أن هناك لا يوجد هناك أجهزة رقابة في هذه الأماكن، فمن الممكن لإيران أن تكون قد أنتجت أو خصبت اليورانيوم بهذه النسب، وصلت إلى 90%، هذا أمر جائز، وفي نفس الوقت من الممكن أن يكون لم يحدث يعني. الفكرة كلها اليوم أن غياب الرقابة لوكالة الطاقة الذرية عن بعض المواقع الإيرانية الحساسة من شأنه أن يخلق الكثير من الاحتماليات واللغط في المفاوضات حتى الدبلوماسية، إذا حتى ما استثنينا الجانب الأمريكي كما يقول الضيف العزيز، فإن بقية الدول سيكون لديها مخاوف أيضا، 4+1 سيكون لديها مخاوف من أن إيران تجاوزت العتبات المتفق عليها في نسب التخصيب، لأنها تجاوزتها بالفعل إلى 60%، لكن من الممكن أن ترفعها إلى 90. وهنا أيضا مشكلة كبيرة فيما يتعلق بكلام الضيف العزيز عندما قال أنه من الممكن أن تطبق الاتفاقية بعيدة عن الولايات المتحدة، يعني أن تجلس جانبا وتترك الجميع يطبقها. أعتقد أن ذلك سيكون أمر مستحيلا، لأن مجموعة 4+1 في نهاية المطاف هي غير راضية عن الأداء الإيراني فيما يتعلق بالاتفاق النووي، ويطالبون إيران بتحقيق الكثير من الأمور، يعني ليست فكرة فقط عودة الولايات المتحدة من عدمها، الفكرة أن هناك اختراقات كبيرة للاتفاق النووي المبرم، ولديهم مخاوف كثيرة هذه الدول، كما هي المخاوف لدى واشنطن وإدارة بايدن تحديدا التي تمارس السياسات الناعمة مع الجانب الإيراني منذ أن قدمت إلى البيت الأبيض ولم تحقق من خلالها أي شيء. أنا لا أقول إيران معها حق أو ليست معها حق، ولكن الفكرة كلها أن إدارة بايدن اليوم بدأت تغير هذه السياسة الناعمة، واستمعنا إلى تصريحات بايدن من خلال زيارته لإسرائيل وتأكيده على الأمن القومي الإسرائيلي، وأنه لن يسمح لإيران بأي شكل من الأشكال الحصول على سلاح نووي، وأنه ربما سيستخدم القوة، يعني هو نفسه قال ذلك، قال سيكون هناك رد عسكري لمنع إيران من الوصول إلى التخصيب وإنتاج القنبلة النووية. إذن بايدن بدأ يتحول في حديثه للحديث الذي كان يقوله دائما الرئيس السابق دونالد ترامب، وهذا يعبر عن الاستراتيجية الأمريكية غير المتغيرة، والتي يعني شبه بعض الفتور خلال الفترة الماضية في التعامل مع إيران رغبة في العودة إلى الاتفاق النووي، لكن لم يعودوا، وبالتالي هذا يدل على أن إيران ما زالت متمسكة بمواقفها التي من شأنها تمنع الولايات المتحدة الأمريكية في حتى ظل إدارة متراخية كإدارة بايدن من العودة إلى الاتفاق النووي طبقا لمعطيات الأمن القومي الاستراتيجي الأمريكي وأمن الحلفاء في المنطقة. نعم.